كيفكم يا أصدقائي؟ أنا حالياً رجعت على الأردن زي ما أنتم شايفين. يمكن أكون رجعت عشان أعمل أغنية، يمكن، الله أعلم. طبعاً لا تترقبوا لأن الأغنية حتكون كثير سيئة، حتكون أسوأ أغنية بتسمعوها في حياتكم إذا 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 كان في أغنية أصلاً. في ترند عم بنتشر أو هسه لسه في بدايته، فأنا بدي أخذه من بدايته أحاول أتفاهم معاه، اللي هو ترند المساعد الشخصي. بتخيل أسامة مروة هو اللي اخترع هذا الترند، هو اللي اكتشف، لازم يروح يقدم على براءة اختراع الزلمة هذا. اكتشف إشي رائع، صرت مساعد أنس الشخصي، صرت مساعد أصالة الشخصي، بعدين نارينا عملتها، صرت مساعد أختي شيرينا، وبعدين هسه قاعد بنتشر. تعرفوا نارينا أنا صار لي زمان مو عامل فيديو عنها، وأسامة مروة أنا صار لي زمان مو عامل فيديو عنه. طبعا هذا الفيديو برعاية لوردز موبايل، حاحكي لكم اكثر عنها في نص الفيديو. يلا نتفرج. عم تحضري مو عامله سبسكرايب، وكلنا نفسنا نفهم ليش. ليش ما عامله سبسكرايب؟ المهم اعملي سبسكرايب. هسه تحس اسامه مروه زي بتعرف علب الكيك الجاهزه اللي بتشتريها عشان تطبخها انت في البيت، لما تقرا التعليمات بتكون بصيغه المؤنث، افتحي العلبه ثم اسكبي هذا نفس الشيء قاعد بحكي ليش مو عامله سبسكرايب؟ مين قال لك انه انا بنت؟ شايفك هذاك عم تحضري مو عامله سبسكرايب. كيف قررت؟ وين اشيل اشتراك؟ اشيله يعني ايش بدك مني معلم؟ ها؟ سبسكرايب، اعملي لايك، حط كومنت حلو تحت وبس. والله مو عامله، والله ما بعمل، والله ايه كل هالرجوله وبحكي لي ليش مو عامله؟ اليوم 24 ساعة من ستارتنج هلا اللي بدك يا روح للاسف. فما بعرف شو صار معهم الجماعة هذول، مش فاهم اشي، بس لسبب ما هلا اسامة حيصير مساعد انس الشخصي. مشكلتي مع هاي الفيديوهات، هذا التحدي الجديد طلع، انه بتحسها كانه حجة لليوتيوبر انه يعمل فيديو وهو بيعمل اشياء كثير عادية. يعني شوفوا هلا ايش اسامة حيعمل في الفيديو هذا. لو عمو انا اسامة. زلمة حاط موسيقى اكشن. هو رايح يزور نسايبه. اكثر اشي مش اكشن في الحياة. لو عمو. طبعا هو انس اللي خلاه يعمل هيك لانه هو هلا مساعد انس الشخصي، بس بضل الاكشن نفسه، فاهم يعني؟ كونه حد حكى لك تعمل او لا، هذا ما غير ايش هو الاشي اللي حتعمله. انك حتزور شخص في البيت، حتروح تشرب قهوة، تشرب شاي وتروح، وين الاكشن في الموضوع؟ بدي يلا اعطينا مشان امي تعبان فبدنا نخلص، يعني هات اللي بدك اياه بعده. شوفوا الشغلة الثانية اللي اسامة بيعملها في الفيديو. ترقبوا يا جماعة، ترقبوا، خذوا نفس. ايوه بيغسل سيارة. يا عمي ايش هم هالترند يا عمي؟ اقسم بالله، يعني بيعملوا اشياء كثير عادية بس بحجة انه انت مساعد شخصي. يعني لو انه كتب فيديو الي وانا بغسل سيارة انس ما كان جاب مشاهدات، بس انه صرت مساعد انس الشخصي 3.5 مليون. يلا ليتس جو. هذا الاصغر تعبوني هدول. بعدين شوف شو بعدين بيعمل أسامة، بروح يفرق ألوان M&M's، بس بجيب M&M's وبفرق الألوان تبعتها. هاي ثالث شغلة بيعملها في الفيديو. الفيديو حرفيا زي هيك، بروح بزور نسايب، بغسل سيارة، بعدين بفصل M&M's. هذا الفيديو. بعدين بخلص يعني. طب لو ما الفيديو خلص شو كان حيعمل بعد هيك؟ بجوز كان راح مثلا يتفرج على إدهان وهو بنشف، أو مثلا ما بعرف راح يربي سلحفاء. طريحة تطفي. وأسامة طبعا ما بعمل فيديو واحد من هالشغل، بعمل فيديوهين، واحد مع أنس واحد مع أصالة. كل الحب لهم، كلهم أصدقاء وأحباء. شوفوا في هذا الفيديو إيش بعمل. بعمل إشي ما حد جرأ إني أعمله. بغسل تفاحة، بغسل تفاحة. بعدين بكتب رسالة الإنجليش بدك. بعدين بنظف البيت. يا عمي والله لسه ترند تفجير البطيخ هذاك، والله انه لسه، يعني مع انه كان يعني ترند بخزي وكان في اهدار للنعمة، بس على الاقل الواحد بيشوف فيه سسبنس، يعني بتشوف البطيخة وهي شوي شوي بتنكمش هيك، بتنكمش هيك، بعدين بوش. اما هون انت عم بتشوف اشياء ما انا بعملهم. انا نفسي ما بنظف بيتي، اروح اتفرج على واحد وبنظف بيته. انا نفسي ما عم بزور قرايبي عشان اشوفك انت بتزور قرايبك. هذا الترند. مين كمان عمل هذا الترند؟ نارينا بيوتي. هاي كيفكم؟ مع فتاة القوة الخضراء شنينة. أنا بدي صير مساعدتك. الله، هلا أنا متأكد نارينا في هذا الفيديو حتقعد مع تنظف البيت والتخت وقصص. بدي منك تنظفي لي كل الغرفة والتخت. لا لا، هو بعلك أكل هيك بعدين تطلع. يعني يلا حبايبي. أوف، كتير مهم وقلت لازم خبركن عنه. ايش صار؟ بسم الله. هواوي عاملين تخفيضات بتوصل ل 90%. لا
شو؟ يا عمي ايش عيب عيب يا عمي نارينا عيب شو بتحط اعلانات في فيديوهاتك عشان تستفيد من متابعينك بطل بطل هزلت اللي استحوا ماتوا يا جماعة يا معلم شو اللعبة اللي قاعد تلعبها هاي هاي لعبة اسمها لورد موبايل كثير حلوة طب ليش كثير مبسوطة قاعد تلعب الصراحة لا تمسخر علي بس في بنت معجب فيها باللعبة يا حبيبي اها وشكلها هي كمان معجبة فيها على فكرة طلع كيف تعطيني قلوب حب وقصص يا زلمة يا شيخ طب ايش هاي اللعبة اللي تلعبها اصلا ما بتعرف لوردز موبايل لوردز موبايل من افضل العاب التخطيط يا معلم تقدر تبني مملكتك وتهاجم على الاعداء وتكون هجومي كثير او دفاع كثير انت حر انت حب حالك في اللعبة اوه والله حمسني طب كيف انزل اللعبة كل عليك تعمل تفوت على الديسكريبشن تبع هذا الفيديو وتنزل اللعبة باستخدام الرابط اللي موجود طيب ليش استخدم الرابط تبعك ما هو اذا استخدم الرابط بعدين تطور قلعتك في اللعبة في احتمال تربح $1000 $1000 $1000 الف بس طب خليني اروح انزل اللعبة شو رايك لا استنى شوي ها برضه لما تستخدم الرابط لوردز موبايل بيعطوك هدايا بقيمة $350 $350 $350 $350 كف اوكي جماعتي غير هيك لورد موبايل ناويين يتبرعوا ب $46,000 لناس فقراء ومحتاجين في هاي الفترة الصعبة حيكون في ايفنت في لورد موبايل وما بتعرف بجوز بكم كبسة انت تساعد حد محتاج صح؟ نروح نزل اللعبة في الديسكربشن يا جماعة طيب يا جماعة انتوا قاعدين بتحضروا فيديو ليوتيوبر هي بترتب تختها انا شفتها هي ترتب تختها وانا لو تطلع ورا انا مش مرتب تختي انا مش مرتب تختي قاعد بتفرج على حد هو مرتب تخته حرفيا فيديو تنظيف ما في يعني طلع قدم 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 تنظيف تنظيف كنستي الغرفة؟ لا لسه لازم تكنسيها بليز فرجونا كل تفاصيل التكنيس انا بدي اشوف التكنيس اهم شيء التكنيس شكرا شكرا لكم انكم فرجتوني التكنيس اي ثينك اول مهمه شيرين عطتني اياها خلصنا اوكي شو المهمه الثانيه اللي حتاخذها نارينا معقول يكون اشي مثير للاهتمام او لا خلينا نشوف ياي برافو بريك ات اتس فاين اوكي شيرين هاي كول لعيونك ايش يعني انا عايش في مزبله في بيتي في مزبله ثلاث سنين مو جالي جليات عشان اروح احضر حدا بيجلي جليات في اليوتيوب شو هالترند عمي حتى جماعه الفلوجات اليوميه بيصوروش تنظيف البيت ترتيب التخت جلي جليات فاهمين يعني الترند هذا خلى اليوتيوبرز يصوروا اشياء بحياتهم الناس لو ايش ما صار ما كانوا حيحضروها بس بحجه انه في مساعد او اشي صاروا يحضروها من الناس انا منهم انا كنت بحضر يا اخي حضرت اسامه حضرت طلعاته وبعدين حضرت نارينا بعدين صحيت على حالي غريب تشوفوني عم نظف الحمام بس انه عادي عطول نظف الحمام ايوه هذا اللي ضل تنظيف الحمام ممكن حاسه بغرابه اني عم صور هالشي بس لا عادي ما في غرابه كلياتنا بنصور واحنا بننظف الحمام بدكم يا جماعه فلوج تنظيف الحمام بعمل لكم اياه ما عليكم بالنهايه يعني عم نظف البيت ف ما في شيء الحمام هو يعني هاي طبيعه البشر كلياتنا بنروح الحمام وما كلياتنا هذا معناته كلياتنا بننظف الحمام فبس هو مساله وقت اللي يجي واحد يعمل فلوج تنظيف الحمام بليز ادخلي في التفاصيل بدي اشوف بليز فرجينا التواليت بيفور وافتر قبل وبعد بدنا نشوف كل التفاصيل هاي اللي هون وليكو غرفتي كيف وليكو هي وين بتقعد على طول شو بدك بس يا جماعه انتوا ايش رايكم في هذا الترند اللي طالع جديد اوكي بس بدي اضيف شغله اوكي انا كل حدا حكيت عنه اليوم كلهم ناس كويسين تعاملت معهم شخصي وناس طيبين بس بحكي عنهم لانه زناخه لاني انا انسان رزل بليز لا تعلقوا اي تعليق سلبي لحد منهم او تعلقوا لهم او اي شيء وبالعاده لما احكي عن الناس الا الناس البيض بيض بيض يعني بس الاغلب اللي بحكي عنهم بيكونوا ناس كويسين الا من رحم ربي يعني فاهم علي بس اوكي تيك كير شوف كان فيديو وحوش اغنيه التعليقات هاي هي اغنيه التعليقات حنختار تعليق عشوائي هلا هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا تعليق من الفيديو الماضي علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي تعليق عشوائي